السلام عليكم متتبعي القناة، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما والعائلة ديالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي فيه بزاف ديال الافكار بالنسبة للناس اللي باغيين يصلحوا دارهم، خصوصا الحمامات. فدائما كنحاول انني نعطيكم افكار يكونوا رائعين تستفدوا منهم وديو منهم هكذا بعض الافكار والديكورات اللي غادي يعاونوكم بزاف، سواء كنتو غادي تصلحو ولا غادي تبنيو ولا كتعملو هكذا اللمسات الأخيرة في الحمامات ديالكم. فهاد المجموعة هادي أكيد 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 غادي تعجبكم، كل واحد ذواق وكل واحد ذوقو كيكون فيه البساطة وكيكون راقي، فأكيد غادي يعجبو هاد مجموعة الاقتراحات اللي رائعة بزاف بزاف. فكنقترح عليكم هاد الحمامات اللي بالالوان هادئه وبالوان رائعه اللي ما كتطلعش ابدا في الراس، ودائما ما كيملش منها زعما الواحد، ودائما كيبان لكم الدوش ديالكم عنده واحد البلاصه كبيره، رغم كيكون انه مثلا المساحه ديالو غير صغيره وانتما كيبان لكم كبير. علاش؟ حيت لعبتوا على الالوان الفاتحه ولعبتوا على الاضاءه وعلى المرآه وعلى بزاف الحاجات اللي كتساهم ان نبقاو نشوفوا البلاصه كبيره رغم انها كتكون غير صغيره. فهانتوما مثلا هاد الدوش هذا، شوفوا لي كيفاش كيبان طويل وعريض رغم انه غير صغير. علاش؟ حيتاش لعبوا على الالوان الكري كريمه وهرسوا الالوان بداك اللون ديال الخشب اللي جا رائع. وبالنسبه لهاد الاقتراح هذا اللي كيكون عندهم الغرفه ديال النوم مفتوحه على الدوش، يمكن لكم ديو هاد الفكره هادي وتطبقوها في التصميم ديالكم. دائما اذا لاحظتوا كنحاول انني نجيب لكم احسن ما كاين في الحمامات بالنسبه للالوان. شوفوا لي على الوان هادئه وغزاله، دائما كنختار وكنحرص على ان الاختيارات ديالي تكون بهالالوان هادو، على حساب كيعطيو مساحه غزاله بزاف وما كيملوش العين من هكذا الشوفه ديالهم. فعليها كنحاول دائما نجمع لكم كل ما هو جديد في هذا العالم ديال الاصلاحات او الديكورات، المهم على حسب شنو غادي تسميوهم. شوفوا لي اللون الابيض، لون ملكي 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 بامتياز، خصوصا ملي كيدخلوا معه مثلا الدوغي ولا الارجنتين او لا، المهم كيجي رائع رائع بزاف وكيجي فخم. وشوفوا لي بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يدخلوا العود في الدوتشة، حتى هو كيعطي المنظر رائع، وكيبقى الابيض مع الذهبي شي حاجه لا يعلى عليها. شوفوا لي جماليه ديال هاد الدوش هذا. ها انتما كما قلت لكم كنحاول نجمع لكم داكشي الالوان المفتوحه، وكنبقى ندخل لكم حتى الخشب، حيتاش بزاف ديال الناس كيبغيو يدخلوا اللمسه ديال الخشب في الطواليطات ديالهم. فكنحاول نجمع لكم افكار اللي هكذا كنعرف الواحد كيبغي زعما يخدم بها دارو. فهاد المجموعه ديال الاقتراحات اكيد غادي تحيركم ما غاديش تعرفوا زعما شنو الحاجه اللي تطبقوا، ولكن كونوا اكيدين اذا ديتوا غير واحد النموذج وطبقتوه فاللي غادي يدخل الدوش ديالك غادي ينبهر بالجماليه ديالو وبالالوان الغزاله. وطبعا انسان كيزيد اللمسه ديالو باش كيختلف بها على واحد اخر. ودائما دائما الوان مفتوحه كنركز عليها. شوفوا لي الجماليه ديال هاد الدوش هذا، رغم انه صغير بزاف بزاف ولكن جا بسيط وانيق. وطبعا في الاختيارات ديالي ما كنساش الناس اللي كيعجبهم الالوان المغلوقه، بحال مثلا هاد الكري هذا اللي كيكون عاطي شويه المفتوح وعاطي الكري مغلوق. كنقترح لكم هاد الشكل هذا، حتى هو رائع، ولكن غادي تلاحظوني دائما دائما كنميل للابيض مع الذهبي حيت شي حاجه راقيه بزاف بزاف بزاف. انتما يمكن لكم هاد الفكره هادي كتقول لكم زعما يمكن لكم ان الزلي تعدلوه باللون المفتوح، ولكن تلعبوا على مثلا على الرفوف، على المجار ديال لافابو، على البترينه اللي كتكون في الجناب، تكون زعما في شي لون يكون
مغاير هكذا اللي كتهرسوا به داك البيوضه وداك اللون النيود ديال الطواليط. وكما كنقول لكم دائما جماليه ديال المراه الدائريه لا يعلى عليها، كتعطي واحد الجماليه رائعه رائعه بزاف بزاف، خصوصا اللي كتعملوا من مورها الاضاءه فكتجي شي حاجه طوب. شوفوا لي الالوان كيفاش غزاله بزاف بزاف. فكما كنقول لكم دائما كنحاول انني نجيب لكم كل ما هو جديد في عالم ديال الديكورات ديال الحمام، حيت كنعرف بزاف الناس كيبداو بالاصلاح اول حاجه اللي هو الحمام والكوزينه. فاذا بغيتوا نكمل لكم في النوع ديال هاد الفيديوهات هادو اللي كيخصوا غير الحمام، مره كنعمل الحمام ومره كنعمل منظمات ديال الكوزينه، مثلا الحياة الأفكار اللي كتساعد المرأة في الكوزينة أنها ما تضيعش الوقت، أنها تستغل بزاف ديال الحاجات في مرة واحدة. فكنحاول نخدم على هاد جوج أفكار هادو. فإذا كنتو باغيني أنني مثلا نجيب لكم جديد ديال إصلاحات كوزينة، أفكار مثلا كيفاش تصلحوا الكوزينة ديالكم، مثلا ديكورات ديال الحائط التلفاز، أي حاجة بغيتوني زعما نعمل مجهود انني نجمع لكم اخر ما كاين في زعما اخر ما كاين في داك الديكورات وداك الشيء، خليوها لي في لي كومونتير. وبكل فرح نجمع واحد المجموعه ديال الاقتراحات اللي تكون مزيونه بزاف واخر ما كاين ونقدم لكم ان شاء الله. شوفوا لي الجماليه ديال هاد الطواليط هادي، وهادئه غزاله رغم انها صغيره بزاف بزاف. وكذلك هاد الاقتراح هذا ديال هاد الطواليط غزال بزاف، ما كيقولكش عقلك انك في الطواليط، فكيبان لك بحال شي مدخل ديال البيت اولا شي بلاصه هكذا بغات سيجور، بقوه انها منظمه وغزاله بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يدخلوا لابادوره ديالهم ماكينه ديال الصابون في الطواليط، فهذا اقتراح غادي ينفعكم بزاف. دائما مع الالوان البارده الهادئه اللي كتعطي مساحه اكبر واكثر من الطواليط ديالنا. شوفوا لي البيوضه، البيوضه شي حاجه غزاله بزاف بزاف وكتدل على النقاء، ملي كنشوفوا الحاجه بيضاء كتبان نقيه. ودائما كما كنقول لكم عاود انكم تخلي واحد اللمسه ديالكم، بحال مثلا هاد السيده هادي خلات اللمسه ديال الورود في الغوص، فحيات الطواليط ديالها بداك اللوينات ديال الغوص. كذلك هاد السيده هادي خلات واحد التوج ديالها غزاله من بين الكري والغوص، فخلات هاد الالوان هادو كيعطيوك واحد الدفء واحد الهدوء غزال بزاف. فدائما حاولوا تبدلوا الحمام ديالكم باللوينات ديال الفواط ديال الوريدات باش كيعطيكم بحال الحمام جديد من الاول. وكانوا هادو هما الاقتراحات ديال اليوم، كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسوش اذا عجبكم تخليوا لي جيم. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، خليت لكم الراحه.